منهجية الوالد رحمة الله عليه كانت قائمة على الدخول للبيوت من أبوابها، ليس بالتخفي أو من خلال الشباك. هذه المنهجية جعلت لها قبول كبير جدا. منهجية الوالد في حياديته في العمل، أنه لا يصنف ولا يحزب ولا يحسب على أي جهة أو قبيلة أو منطقة معينة، وإنما يخدم الإنسان لأنه إنسان مهما كانت مرجعيته، سواء جنس أو لون أو حزب أو قبيلة.